التواصل مستمر والتحديات تتجدد على أرضية هذا الميدان مع تجدد الأشواط في هذا الصباح. شوطنا الرابع خصص القعدان الإذاعة المهجنات الأصايل الستة كيلومترات، هي المسافة المخصصة والمقررة لسن الإذاعة. مقدمة الشوط شاهين أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم من محبوب محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يحتل المركز الثاني. الوصول والتغييرات من خلال مهذب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي غير من الثالث إلى الثاني. المركز الرابع وصول وتقدم من خلال توقي شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم قدم لنا في هذا المسار شاهين، وهنا أيضا نعم شاهين على مستوى المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل مهدي سلطان بن سعيد بن حمود الأحواري يقدم لنا مهدي على مستوى المركز الخامس. والمركز السادس وصول من خلال تواجد سلهود ناصر بن عبيد بن سالم المزروعي يحتل المركز السادس. المركز السابع وصل المهند عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري، والمركز الثامن شندار علي بن عبد الله بن سيف الاكتبي على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع وصول في هذه اللحظات وتقدم وانطلاق من خلال تواجد وتواصل في هذا الابداع الكبير. وصول في هذا الانطلاق من خلال تواجد شهم سلطان بن سيف بن معلد المشغوني، وعاشر الاسماء مطلوب سيف بن بطي بن سيف السبوسي. هذه النتيجة للمراكز المنطلقة في هذا المسار والمندفعة بين دفاعة القعدان الإذاعة المهجنات الأصايل التي تنطلق في هذا المسار الباحث عن تسجيل نقطة في هذا المسار المستمر. يا سلام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول من يتقدم على الصدارة وينطلق على البداية على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذا الانطلاق الكبير. شاهين على الصدارة يقدم لنا شاهين أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يتقدم في هذا المسار على البداية الأولى على الانطلاق الأول في هذا المسار المستمر، بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وانطلاق من خلال تواجد محبوب محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. المركز الثالث المهذب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي يقدم لنا المهذب غير من الثالث إلى الثاني إلى رأس حربة هذا الشوط، بينما المركز الرابع في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع المهند عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري يقدم لنا مهند على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس شندار علي بن عبد الله بن سيف الاكتبي
المركز السادس في هذه اللحظات. وصل هنا ايضا مهدية سلطان بن سعيد بن حمود الاحضاري يقدم لنا مهدية في هذا الانطلاق الكبير في هذا الابداع المثير على مستوى المركز السادس. المركز السابع يتقدم شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم لنا شاهين على مستوى المركز السابع. المركز الثامن يا سلام يا سلام القادم في هذا الانطلاق العازف محمد بن عامر بن تريس المنصوري على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع وصول من خلال تواجد الاسد سعادة احمد بن سلطان الحلامي وعاشر الاسماء وصل في هذا الانطلاق وتقدم رعد حميد بن خادم بن حميد المنصوري. هذه النتيجة للعشر مراكز الاولى المنطلقة في هذا المسار والمندفعة في هذا الابداع الكبير. شعارات قادمة في هذا المسار منطلقة في هذا الابداع المثير لم يحين موعد وصوله حتى هذه اللحظات. نترقبها في الامتار الاخيرة وفي الامتار الخطيرة والمثيرة ولكن لابد من العودة لابد من العودة الى الصدارة الى مقدمة هذا الشوط الى المركز الاول في هذا الانطلاق في هذا الابداع الكبير مع البداية على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول في هذا الانطلاق الكبير في هذا الابداع المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن البداية والمقدمة والمركز الاول من يتقدم الجميع في هذه اللحظات لينطلق على الصدارة على مقدمة هذا المسار. يا سلام شاهين على الصدارة يتقدم في هذا المسار احمد بن سعيد بن سعيد المزروعي من البداية وحتى هذه اللحظات متمسك بزمام الامور على البداية الاولى على المقدمة وعلى المركز الاول. المركز الثاني وصول من المهذب وصل المهذب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي يقدم لنا المهذب الواصل في هذا الانطلاق محبوب محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصول من خلال مهند عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس يا هي اسماء قادمة يا هي شعارات منطلقة في هذا المسار. يا سلام الواصل والمنطلق في هذا الانطلاق الكبير وصل مهدية سلطان بن سعيد بن حمود الاحضاري بدأ يوصل ويتقدم شندار علي بن عبد الله بن سيف الاكتبية والشعارات القادمة الاسماء الحاضرة في هذا الانطلاق الكبير في هذا الابداع المثير. ولكن نعود الى البداية الى مقدمة هذا الشوط الى المركز الاول. يوسلم يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق الكبير والابداع المثير على البداية الاولى على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول. محبوب بدأ يتقدم على الصدارة محمد بن خلفان بن راشد المزروعي على البداية الاولى على مقدمة هذا الشوط. ولكن المزروعي بدأ يغير مع شاهين احمد بن سعيد المزروعي الكيل الاخير الكيل المثير. المركز الثالث الواصل المهذب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي يقدم لنا مهذب على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصل مهند عتيق بن عبيد بن عاد المهيري تابع الشعارات الاخرى الاسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المندفعة في هذا الابداع الكبير. ولكن نعود الى الصدارة. المزروعي يتقدم على البداية بن عاضد مع المركز الثاني مع انطلاقة واندباعة المهند بالفعل ينطلق على البداية عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. مهند على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط يتقدم في هذا المسار بلا أي توامر. يا سلام حرك وراح انطلق إلى البداية إلى ناموس هذا الشوط. ما شاء الله مهند إلى البداية الأولى عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري ينطلق على البداية. هذا الرقص ولا فلا ينطلق بمحمد في هذا الانطلاق المثير لحظات وصوله عبور إلى خط النهاية معلن ناموس هذا الشوط عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مهند
الدبغاني بن سعيد بن زايد المزروعي، والمركز الثالث كان في هذا المسار شاهين احمد بن سعيد بن سعيد المزروعي، والمركز الرابع تقدم في هذا الابداع الكبير وانطلق في هذا الانطلاق المثير مع المركز الرابع. المركز الرابع كان في هذا الانطلاق وانطلق رعد حميد بن خالد بن حميد المنصوري، والمركز الخامس نحيله الى اعضاء المركز الخامس انطلق في هذا المسار ووصل محبوب محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. هذه النتيجه توقيتنا الزمني 9 دقائق 16 ثانيه. تهانينا والناموس.